ومن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى سرور ندخله على مسلم بصلة أو صدقة أو قضاء حاجة، فكيف ولو كانت في هذه الأيام العشر؟ ومن فقه المسلم أن يجمع في هذه الأيام العشر بين العبادات الخاصة به كالذكر والصلاة وقراءة القرآن وقيام الليل والعبادات والأعمال الصالحة ذات النفع المتعدي، يعني الأعمال التي يتعدى نفعها للآخرين ليزداد نفعه ويعظم ثوابه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وقيل له يا رسول الله من أحب الناس إلى الله وما أحب الأعمال إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم بأن تكشف عنه قربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. فالمسلم يجمع بين العبادات الخاصة به من ذكر وصلاة وقراءة للقرآن وقيام لليل والصيام، وأيضا يضم إليها العبادات التي يتعدى نفعها للآخرين كما قلنا.